أنكر نسب نجليه قصة طلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي. شهدت الساعات الأخيرة طلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي، وذلك بعد أن أصدرت محكمة أسرة قصر النيلي حكما لصالح الفنانة وإنهاء الخلاف الكبير الذي حدث بينهما. لذا نستعرض لكم تفاصيل طلاق هالة صدقي من زوجها سامح سامي. جاء طلاق الفنانة هالة صدقي من زوجها سامح سامي نتيجة عدد من الأزمات التي حصلت بين الثنائي، حيث اشتدت الأزمات بين الثنائي بعد أن اتهمت هالة صدقي زوجها بالتشهير بها، خاصة بعد أن أكد زوجها أن هالة صدقي استأجرت بويضات لام الإنجاب. كما اتهم سامح سامي زوجته هالة صدقي بالاستيلاء على أمواله، وبعدها رفع سامح دعوى قضائية ضد هالة صدقي ينكر فيها نسب نجليه، وبعدها علقت هالة على قضايا زوجها قائلة: كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف. واتهمت هالة صدقي زوجها سامح سامي بتعمده عدم دفع المصروفات الدراسية الخاصة ولديه سامو ويوسف، والتي تقدر 50,000 جنيه استرليني، حيث أقامت دعوة قضائية ضده لمحكمة الأسرة. من هو زوج هالة صدقي؟ يعد سامح سامي هو الزوج الثاني لام هالة صدقي، حيث تزوجت قبله رجل الأعمال الشهير مجدي ويليام، وبعدها تزوجت من سامح سامي غام 2007، وهو من أشهر المحامين المصريين، حيث ولد في إحدى ضواحي مدينة القاهرة، وأنجب منها بنت اسمها مريم وولد اسمه يوسف. ما هي ديانة الفنانة هالة صدقي؟ دائما ما يتساءل المتابعين عن ديانة الفنانة هالة صدقي، والتي تعتنق المسيحية على المذهب السرياني، حيث ولدت عام 1961، واشتهرت هالة بتجسيدها لعدد من الأدوار المميزة بالسينما المصرية، منها فيلم الهروب رفقة الراحل أحمد ذكي. أعمال الفنانة هالة صدقي. وشاركت الفنانة هالة صدقي خلال الفترة الأخيرة في عدد من الأعمال المميزة، منها مسلسل فات أمل حربي، والذي تم عرضه برمضان الماضي، ويسرد العمل قصة زوجة والتي تقرر الانفصال عن زوجها، لكن تجد نفسها في مواجهة العديد من الأزمات لكي تنفصل عنه.